تقول السائلة: زوجها يرفض أن تغطي وجهها بالحجاب وكذلك أن تلبس القفازين، ما حكم الشرع؟ هل تطيعه في ذلك؟ حرام عليها أن تطيعه، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتعصيه وتغطي وجهها وتلبس القفازين ولو لم يرضى، لأنه هو المخطئ، أما هي مطيعة لله ولرسوله.